شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي في سكون الليلي أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي للهدى. سيد اسكالدران اوبي واكسي سيوس براتشوم از بيتا i sa još jednim mladim bratom iz Amerike, mojim kaldrancem, Eso Hamdović. I nas nekoliko iz Beča, uglavnom dijaspora, borimo se i dalje, pomažemo našem Podrinju. Sad smo uradili jednu akciju od 1170 eura i 100 maraka. Skupili smo za 12 porodica za hranu. Svaka porodica je dobila, još ima nešto malo u mom autu, dobila je po 100 kila brašna, 4 litra ulja, praška, kahve, šećera, šta sve, šta je bilo. Paketi su vrijedni, svaki paket je 155 maraka, mislim, nisam siguran 100%. Tu imamo još 4 tačke. Još imamo 5, ja mislim 6 treba podijelimo. Pomoć smo uglavnom goramo u Podrinje, u manjem entitetu u Republici Srpskoj. Gore smo Srebrenica, Bratunac, Vlasenica i Milići. Tamo smo, eto, uz pomoć brata Samira, poznati on ovako nekima malo. On je došao do tih porodica, javio je meni da to treba, ako moramo da pomognemo, i eto, mi smo se odazvali koliko moramo. Toliko, mislim, nisam ništa zaboravio. Do sljedećeg puta. Salam alaikum. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري
الرشاد في سكون الأرض.